أكدت المتحدثة باسم الأونروا إيناس حمدان أن الظروف في رفح الفلسطينية مأساوية بامتياز. وفي تصريحات خاصة للتلفزيون المصري أشارت المسؤولة الأممية إلى أن وكالة الأونروا طالبت منذ أشهر بزيادة أعداد الشاحنات التي تدخل إلى قطاع غزة. ظروف مأساوية بامتياز. حالات النزوح مستمرة، يعني تحدثنا نحن في الأونروا حسب آخر الإحصائيات لدينا عن قرابة 1 مليون شخص فروا من مدينة رفح، أجزاء معينة من مدينة رفح، مناطق الشرق وأيضا وسط المدينة ومناطق أخرى. هؤلاء يحاولون العثور على مكان آمن إما في وسط القطاع أو في مدينة خان يونس. هي المعضلة الأكبر والكارثة الأكبر، لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة. يطلب منهم الذهاب إلى منطقة غربي خان يونس أو ما يعرف بالمواصي، وهي منطقة عبارة عن كثبان رملية بها بعض المناطق الزراعية، ولكنها لا لا لا, لا يوجد بها الخدمات أو المباني التي يمكنها أن تؤوي هذا العدد الكبير، وهي بالأساس مكتظة بالنازحين والخيام منذ قبل عملية رفح البرية، أو يذهبون إلى مناطق الوسطى دير البلح مثلا أو النصيرات، وهذه أيضا مناطق باتت مكتظة جدا بالنازحين.